نشاهد مظاهرة احتفالية بمناسبة السيطرة على مدينة تل أبيض التي قام الجيش التركي والجيش الوطني السوري بها. مواطنون أتراك وقدموا إلى هنا منطقة الصحفيين على الحدود في منطقة أخشة قلعة يحتفلون في هذه المناسبة، يحتفلون بمناسبة السيطرة على منطقة تل أبيض ومناطق أخرى في ريف الرقة وريف الحسكة. إذا نحن معكم بالصوت والصورة من هنا من هذه المنطقة، يحتشد فيها عشرات المواطنين الأتراك في أبناء هذه البلدة وأيضا سوريون نازحون إلى المنطقة يحتفلون وينشدون الأغاني الوطنية والشعارات التي تدعو إلى الاستمرار في هذه العملية من هذه المنطقة، من منطقة أخشة قلعة الحدودية بين تركيا وسوريا.